إنسان آخر رب لحد قد صار لحدا مرارا ضاحك من تضاحم الأزداد أغداد ودفين على بقايا دفين. وقال الإمام علي عليه الصلاة والسلام أيضا إذا أقبلت الدنيا على قوم أعارتهم محاسن غيرهم وإذا أدبرت عنهم سلبتهم محاسن أنفسهم. لا أجمل من هذه الكلمة في بيان سيكولوجية المجتمع تجاه النجاح أو الفشل. للفشل والنجاح وآثارهما قانون اجتماعي. الإمام علي يبين هذا القانون في هذه الكلمة الرائعة. حينما تقبل الدنيا على إنسان أو على قوم محاسنه تظهر للعيان فتنسب إليه محاسن غيره، وحينما تدبر الدنيا عنه أو عن هذا القوم فإن محاسنه هو تتضاءل وتختفي حتى أن محاسنه أيضا تسحب منه لا تنسب إليه. إذا أقبلت الدنيا على قوم أعارتهم محاسن غيرهم وإذا أدبرت عنهم سلبتهم محاسن أنفسهم. المجتمع يعطي للناجحين ما ليس لهم ويسلب من الفاشلين ما عندهم. هذه كحقيقة. ماذا يترتب عليها؟ شيء آخر. هذه حقيقة في التاريخ كله، التاريخ البشري. ما دمت أنت ثريا ناجحا من الناحية التجارية من الناحية الاقتصادية فأنت حتى أعمال الآخرين تنسب إليه. ربما لا تعرف القراءة والكتابة ولكن كثيرون يعتقدون أنك أينشتين زمان. حينما ينجح قائد ينتصر على عدوه تنسب إليه عجائب الدهر، ولكن إذا فشل حتى محاسنه تسلب منه. في الحرب العالمية الثانية انهزم الألمان، انهزم النازيون وانتصرت قوات التحالف الأمريكي البريطاني إلى آخره. قوات المحور انهزمت والحلفاء انتصروا على النازيين. بعد 50 عاما، قرابة 50، أكثر من 30 عام، بمناسبة ولادة هتلر، بمناسبة ولادة هتلر، فإذا بالعالم كله ينشر مقالات وأفلام كلها تتحدث عن مثالب النازيين وعن جرائمهم وعن فشلهم. يسلبون منهم حتى محاسنهم. النازيين لو كانوا منتصرين لكنا هذه الأفلام نراها عن جرائم البريطانيين وما أكثرها. النازيون فقط أجرموا؟ هتلر فقط كان مجرما؟ أم أن تشرشيل أيضا كان مجرما؟ روزفلت كان مجرما؟ ستالين أيضا كان مجرما؟ كلهم هؤلاء أغنياء الحرب، بل على حساب الدول الأخرى أصبحوا أغنياء، ولكن النازيون انهزموا ولا بد أن يتحملوا على أكتافهم آثار الفشل. الدنيا سلبت منهم محاسن أنفسهم. الرجل في يوم من الأيام هتلر كان حينما يظهر أمام كثيرين يغشى عليهم منظره وحبهم له تدفعهم إلى البكاء إلى حد الإغماء كما تبين الأفلام، ولكن مع ذلك يبينون كيف أن الألمان كانوا ضد هتلر. إذا من كان يقاتل عنه؟
طبعا لا اريد الدفاع عن هتلر ولا يمكن الدفاع عنه، الا انه ما دام الدنيا ادبرت عنهم فانها سلبتهم حتى محاسناتهم. اسرائيل نموذج للحكم الظالم القائم على القتل والتدمير، ولكن حينما تنتصر اسرائيل فان كل تحاليل الاذاعات وان كل بحوث الجرائد والمجلات تتحدث عن النقاط القوية في المجتمع اليهودي باعتباره منفصل. اذا اقبلت الدنيا على قوم اعارتهم محاسن غيره، واذا ادبرت عنهم سلبتهم محاسن انفسهم. اتذكر اول كتاب الفته اتهمني بعض الاصدقاء بان هذا الكتاب ليس لي، ونسبوا الكتاب الى مؤلف معروف، ان هذا الكتاب للمؤلف كذا، انما قربة الله تعالى سجل اسم هذا على كتابه. طبعا في بداية الشباب واول كتاب يطبع لي وعمل لابد ان اشكر عليه واقدر، فاذا بي اتهم فاني سارق وان الكتاب لغيري. فذهبت الى نفس المؤلف وقلت له ان هنالك اتهام بالنسبة الي، انك انت الذي ألفت الكتاب وانا مجرد سارق للكتاب. قال لا بأس، اول كتاب انا ايضا ألفته نسب الى غيري، سيأتي يوم من الايام ينسبون كتب الاخرين الي. حينما تصبح مؤلفا ناجحا، مسكين مؤلف بعدما ناجح او فاشل، اذا ألف كتاب جيد يقال لا هذا ليس من تأليفه، هو فاشل، هذا من تأليفه هذا الناجح. وفعلا مرت سنوات قليلة حتى رأيت ان مساكين يؤلفون كتب، فاذا ببعض الاخوان يقولون لا هذا ليس من تأليفه وينسبون الكتاب لي. اذا اقبلت الدنيا باي نوع من الانواع، اقتصاديا سياسيا اجتماعيا وما شابه ذلك، على قوم اعارتهم محاسن غيره، واذا ادبرت عنهم سلبتهم محاسن انفسهم. طبعا ليس هذا مقياس الله، ليس هذا مقياس السماء، هذا عمل الدنيا. اما الذي يترتب على فهم هذا الامر فهو الامر التالي، اذا فشلت في امر ورأيت ان الناس يسلبون منك محاسنك فلا تيأس ولا تحقر نفسك ولا تظنن انك فعلا فاشل لان الناس بدأوا يسلبون منك محاسنك وفضائلك وكفاءاتك وما شابه ذلك. في علم الله وفي علم الواقع امر اخر، اما في علم الناس وحسب حالة الناس وحسب حالة الدنيا، اذا اقبلت على قوم اعطتهم محاسن غيره، واذا سلبت عنهم ادبرت عنهم سلبتهم محاسن انفسهم. من الناحية السلبية، اذا ادبرت عنك الدنيا دخلت في معركة وفشلت، قمت بعمل ولم تنجح فلا تيأس، كما ذكرنا في الليلة الماضية لا شيء يضيع في هذا الكون، العمل لك لا يضيع سيبقى لك، وكل انسان ألزمناه طائره في عنقه ويلقاه يوم القيامة كتابا منشورا. عملك في عنقك ان خيرا وان شرا، مثل طير يأخذه طفل ثم يطيره ولكن يربطه برجله يربط خيطا، اينما يذهب الطير سيرجعه مرة اخرى الى يده. اعمال الناس ستنسب اليهم ان لم يكن اليوم بعد 100 عام بعد 1000 عام ان خيرا وان شرا. لكن من حيث السيكولوجية في المجتمع تجاه النجاح او تجاه الفشل هو هذا. اذا من الناحية السلبية لا تيأس ان سلبت منك مقدرة،
إن سلبت منك محاسن لأنك فشلت في عمل، فشلت في عملية، فشلت في شيء ما في هذه الحياة، فلا تظن بأن هذا الفشل نهائي، لأن المجتمع يسلب منك محاسنك. ومن ناحية النجاح ومن ناحية الإيجاب، حينما تنجح يأتيك المداحون، أنت بحر، أنت قمر، أنت كون، أنت إلى آخره. فلا تنخدع بمدحه. النبي لماذا كان يقول حثوا في وجوه المداحين التراب؟ لأن هذا المداح يأتي ويزرع العبقرية الكاذبة في نفسية الناجح. بعض الناس ينجحون فيأتيهم المدح من كل حدب وصوب فيسقطون، لأن نجاحهم لا يتكرر، يظن فعلا أنه ناجح حسب التعبير العراقي من قاعة، وأنه أساسا خلق ناجحا، فإذا به يبدأ طريق الانحدار. بمجرد أن ينجح حاكم، أن ينجح إنسان في حكم، فإذا بقصائد المديح تأتيه يمنة ويسرة. أين كنتم أيها المداحون قبل أن ينتصر؟ ونحن نعرف أن الانتصار نتيجة وليس سببا. أي أن هذا كان ناجحا حينما كان يوفر الأسباب في نفسه وفي عمله، لا الآن، هذه نتيجة، مجرد إعلان عن عبقريته. حينما تقبل الدنيا عليه تأتيه المحاسن، فإذا تنسب إليه معجزات. المشكلة قد يصدق أن فعلا هو معجز، قد يصدق مؤلف ما أن هذا الكتاب الذي مدح بناء عليه، لأن هذا الكتاب انتشر ولأن له كتبا أخرى، فهذا الأسلوب هو أفضل أسلوب على الإطلاق، فلا يطور من أسلوبه، لا يطور من عمله، يقف يبقى، يعني يأخذه الغرور، والغرور قاتل كاليأس، أمران يمنعان تقدم الإنسان، يأسه أو غروره، لأن كلاهما يمنعه من أن يبذل جهدا أكثر وأن يطور عمله أكثر. بمجرد أن اطمئن إلى أنه في الطريق الصحيح